اللي سمعناه دلوقتي بيطمننا شوية، بيحسسنا انه في تطوير حقيقي بيحصل في مجال خدمة العملاء، مش بس على مستوى تدريب وتأهيل الناس اللي بتشتغل في الشغلانة دي، لكن كمان على مستوى ظروف العمل اللي احنا عارفين انها صعبة وضغطة. ظروف العمل اللي بتخلي خدمة العملاء او نوع خدمة العملاء وحشة، كارثة، من اول الشخص اللي بيقابلك في محل وهو مش متدرب كفاية، هو مش عارف مفروض يتكلم معاك ازاي، احيانا هو مش طايق يتكلم معاك اساسا. بيظهر السؤال الكبير، ايه هو مفهوم خدمة العملاء اساسا؟ مفهوم، قبل ما نقول يعني المفهوم، مفهوم طبعا انها واحدة من اصعب الشغلات، وواحدة من الحاجات الضاغطة جدا على نفسية الشخص اللي بيشتغل فيها، لانه ببساطة كده زي مهنة المذيع مثلا، مطلوب منك لمدة وقت طويل في اليوم تبقى بتضحك ومبتسم وبتتكلم، بس اعترف انه طبعا الشغلانة دي اصعب، لانك مطلوب منك طول اليوم تتعامل مع ناس غضبانة ومستاءة وعندها مشكلة والا ما كانتش جات لك اساسا. تعريف خدمة العملاء بحسب الكتاب الشهير ثورة خدمة العملاء او Customer Service Revolution اللي اتقال فيه انه جوهر خدمة العملاء هو الجهد المستمر والمختلف اللي بتبذله المؤسسات عشان تقدم خدمة استثنائية. واخدين بالكم من الاستثنائية دي؟ حد خد خدمة استثنائية قبل كده قريب؟ لا بتحصل يعني، ما نبقاش ظلمة يعني، بس ساعات. لكن عشان تقدم خدمة استثنائية للعميل لم يسبقك أحد إليها، تخيلوا؟ أنا شخصياً لما قريت الكلمتين دول ما كنتش فاهمة كده، أنا كنت فاهمة بس إنه خدمة العملاء عشان تسكت الناس الغضبانة. وبصراحة بقى، ودي واحدة من عيوبنا، وإحنا اتفقنا، إحنا هنتكلم عن عيوبنا، واحدة من عيوبنا في مصر إننا فاكرين انه خدمة العملاء هي ان انا سكت الناس الغضبانة وان انا اقول لهم اي حاجة تمشيهم من قدامي والسلام. والدليل على ده اننا في الفترة الاخيرة بقينا نشوف خناقات عند موظف خدمة العملاء، موظف خدمة العملاء يحتد على العميل والعميل كمان يحتد معاه، احنا كمان بنعاملهم بطريقة مش لائقة احيانا في التليفون. توصل كمان اننا نسمع انه حد من خدمة العملاء ينهي حياته لا قدر الله بسبب ضغط. بس عايز ارجع مرة تاني للتعريف، قدم خدمة استثنائية محدش سبقك ليها. أهم ميزة تنافسية هي الفكرة دي، جهد مستمر ومختلف، يعني الناس دي مطلوب منها إنها تعمل لك حاجة مختلفة، إنهم ما يتعاملوش مع الناس على إنهم مجموعة من الدبان المزعج عايزين نمشيه بسرعة. خليني أقولك بالتفصيل ليه إحنا عاوزين قوي نهتم بخدمة العملاء، ليه احنا كمان لازم نتعلم من الراجل اللي من جنسية تانية اللي بيستقبلك في المحل وهو مبسوط ومبتسم وبيديلك حاجة حلوة تدوقها. عايزين كمان نفهم ليه خدمة العملاء ممكن تطور سمعة الشركات وسمعة المؤسسات لسمعة البلد بحالها. وعدم الاهتمام بخدمة العملاء واحدة من أسوأ عيوب المؤسسات والشركات مهما عملت وقدمت من نجاحات. تخيل إنه عدم الاهتمام بيها ممكن يضر بقطاعات كاملة، عشان كده احنا النهاردة بنتكلم بحرقة شوية. انت متخيل إن الدولة نفسها، أي دولة في العالم، بتسلم الإنجاز ده لمواطن يقدم الخدمة، ومواطن تاني اللي هو العميل، هو المؤسسة مسؤولة عن رضا العميل أو رضا المواطن. دي مسألة خطيرة لأنها تقريباً بتخص شعور الناس بالانتماء لبلدهم حتى. إحنا مش بس بنتكلم عن مؤسسات، بنتكلم عن خدمة العملاء لو في قطاع أكبر كمان. تخيل قد إيه الموضوع كبير؟ تخيل إنه من أول الشخص اللي بيستقبلك في المطار لحد كل واحد فينا، السائح مثلاً لما بيجي بلدنا بيبقى إحنا اللي بنقدم له خدمة العملاء، لحد كل واحد بتقابله في الشارع وفي المؤسسات وفي الشركات، دي اسمها خدمة العملاء. أنا بس عايزك تتخيل معايا عشان تقدر أهمية الشغلانة دي. في وقت زي وقت اللي احنا فيه ده كل شبر في بلدنا بيتغير، فتخيل إن كل الإنجاز ده متسلم لينا، أو تحديداً لمنظومة خدمة العملاء في المؤسسات. عشان كمان أخلي الناس تحس وتلمس الإنجاز ده، لازم خدمة العملاء تحسسني إني شريك. وبيقولوا كده إنه أنجح خدمات العملاء اللي بتاخد اقتراحات الناس وبتطبقها. بعد الكلام الكتير عن المسؤولية الرهيبة والمرعبة للناس دي، خليني أقول لك إنه ده النص الأولاني بس من الصورة. الشغلانة دي تحديداً واحدة من أصعب وأخطر الوظائف اللي ممكن يشتغلها أي شخص عاقل، لأنها ببساطة محتاجة مهارات استثنائية.
مش عادي انك تجيب اي حد يشتغل خدمة عملاء، انت محتاج حد متدرب على الصبر يقدر يسمع العميل بتاعه للآخر، محتاج حد بيعرف يسمع. ما ينفعش شخص في خدمة العملاء يبقى بيقاطعني أكتر وأنا بتكلم، يسمع يسمع يسمع، وفي الأكتر هو بيسمع شخص غضبان. دي دايما بتوع خدمة العملاء يسموها يهندل العميل، يتعامل معاه، يمتص غضبه. محتاج حد أكيد عنده مهارات تواصل، لأن الشخص اللي ما بيبصليش في عيني أو اللي مش بيقف يكلمني ويحسسني إنه بيحترمني أو اللي بيتعامل معايا باستهتار أكيد بيقدم صورة سلبية. طبعاً الشخص ده لازم يكون عنده مهارة اتدرب عليها، هو إنه عارف المنتج اللي هو بيقدم فيه خدمة، عارف الخدمات أصلاً، يعرف يتكلم بلغة إيجابية ما يبقاش سلبي ولغته ما تبقاش سلبية. أحياناً محتاج يمثل عليك شوية، احيانا محتاجين مهارات في خدمه العملاء انه يمثل ان كل حاجه تمام عشان كمان يهدي الناس ويمتص غضبه. وتخيلوا بقى انه شخص محتاج يبقى بيعرف يدير الوقت كويس جدا، لانه مش طبيعي انه هيقعد في كل شكوى او مكالمه ساعه او ساعتين. محتاج يعرف يقرا الناس ويفهمهم، وحاجات كتير قوي، عد 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 حاجات كتير في مهارات استثنائيه للشخص اللي بيشتغل في خدمة العملاء. عشان كده أنا كمان عندي سؤال، إزاي بنجيب الناس من الدار للنار؟ إزاي بناخد الناس اللي لسه متخرجين من الجامعة إحرام ونحطهم من غير تدريب في أهم وأخطر وظيفة في الشركة أو المؤسسة، في أهم وأخطر وظيفة أحياناً بتقدم خدمات في الدولة؟ ده سؤال كبير محتاجين نعرف إجابته. الصورة طبعاً مش قاتمة أبداً، لأنه ببساطة زي ما في مؤسسات بتتعامل باستهتار مع خدمة العملاء، في مؤسسات كمان بتتعامل بجدية وباهتمام، والمؤسسات دي بتنجح تخيل حتى لو بتقدم خدمة متوسطة أو خدمتها عادية. تخيل إنه الناس اللي بتعمل خدمة عملاء جيدة بنحبها أكتر ولا إرادياً بنتعامل معاهم أكتر. افتكر كده المحل اللي رحت تتغدى فيه وكان الشخص اللي بيقدم لك الخدمة في الترابيزة لطيف، 90% أنت هتروح المكان ده تاني، اسمه جزء من خبرة المكان وخدمة العملاء. عشان كده ممكن ما تفتكرش ساعتها أنت أكلت إيه، الأكل كان حلو ولا، بس افتكرت أن الخبرة نفسها كانت كويسة. موضوع خدمة العملاء بدأ من الستينات من القرن الماضي، بدأته شركة اسمها شركة برمنغهام بريس أند ميل، يعني في بريطانيا في المملكة المتحدة. ساعتها كانت كل الطرق المتاحة للتواصل بين الشركات والعملاء هو الفاكس، انه نبعت جوابات. فابتدى في لحظة كده العالم كله أدرك انه احنا محتاجين تفاعل ومحتاجين بني أدمين يردوا علينا. من ساعتها بدأت الدايرة الكبيرة اللي اسمها خدمة العملاء، ومن ساعتها في ناس فهمت خدمة العملاء بطريقة مظبوطة وقدمتها ونجحت بسبب بس طريقة التعامل، وفي ناس لحد النهاردة مش مدركة قيمتها واخترتها. خد نفسك بقى شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي.